معاتنا آخر مشاركة من مدينة القنيطرة من عند أمينة. صباح الخير أمينة ومرحبا بك معنا. صباح النور لالا، ترحب بك الجنة. اللهم آمين، حنا وياك وكل المسلمين إن شاء الله. مبروك ليك أختي والطاقم اللي معاك. شكرا لالا اللي خديت. قل لي أمينة شا ستينا؟ عندي لالا كاين واحد العصير خزو الليمون وكاين واحد الكيكة ناشفة جافة. يلا بسم الله، انت ناخذ العصير بس واخا لالا نبداو بالعصير. عندنا جوج كيلو ديال الليمون العادي العصير ديال البرتقال، ايه ديال العصير. وعندنا كيلو ديال خيزو، كيلو ديال الجزر ديال خيزو. وانا شخصيا الحلاوه ديالي انا كندير الرابعه ديال سنيده كتكفاني في هذا الشيء، ولكن السيده تيبقى لهم الذوق ديال الحلاوه. كناخذوا داك الليمون كناخذوا منه داك جوج كيلو، كناخذوا منه واحد اربعه ديال الحبات، اربعه ديال الحبات ديال البرتقال من جوج كيلو. من جوج كيلو كنحكوا لهم غير داك اللوغو الفوقاني غير داك الاحمر، ما نقيسوش الابيض ديالها. ناتي مرر. نعم. ملي تنحكوهم دوك الربعه كنزلوا حدانا واحد الكوكوط، كنزلوا فيها داك داك الليمون اللي حكينا، وكنبداو نقشروا الليمون عادي بحال اللي غادي ناكلوه، كنقشروا هكا بالموس وكنقطعوا على جوج باش نحيدوا ديك العظم واللوحوا في ديك الكوكوط عاوتاني. داك جوج كيلو ديال الليمون كامله كنقيوها. نعم. وكنقشروا خيزو حتى هو وكنقطعوه ونلوحوه في الكوكوط. نعم. وكنديروا عليهم على الليطر ديال الماء. لتر ديال الماء. صافي كنسدو ديك الكوكوط وكنخليوها نص ساعه فوق النار مهيله. يعني 30 دقيقه. وملي كندوزو ديك نص ساعه كنحطوه حتى كيبرد، وكنشدو المولينيكس اللي كنطحنوا في هذا العصير وكنبداو نطحنوا بشويه، كنهزوا بالمغرفه كنهزوا الليمون وخيزو معاهم الميها وكنطحنوا. كنطحنوا بالسكر، يعني انا قلت رابعه واللي بغات السيده ديرو. نعم. كتبدا الطحن راه ما كيتصفى اختي جليله، هذا ما كديري لي ما كتحتاجي له لا صفاي لا حتى شي حاجه، هو اصلا تيجي دايب كامل بحال اللي كنطحنوا الصوبه. يعني كيتطحن بداك شويه ديال السكر اللي بغينا نبداو نضيفوا شويه السكر مع شويه ديال هذا بالمغرف. صافي بالمغرفه كتهزي كتعمري هذا الكاس ديالك وكديري شويه ديال سنيده وطحني وعاوتاني تهزي بشويه بشويه كتكملي ديك ديك الكميه اللي عندك كامله في الكوكوط كتكمل. وكنشدوها اختي جليله كنزلوه في شي سطل هكا ديال البلاستيك ديال الكوزينه ولا شي حاجه، لان هذا العصير غادي يعطينا 7 لتر ديال العصير. هذا غير باز بحال سيغو. ايوا هذا الا درتيه في البيدود 5 لتر تيتبان لك راه ولات عندك 3 لتر. نعم. ملي كنحطوه في واحد الاناء اللي غيكون كبير. كبير باش تخلطي فيه كل شيء ومن بعد تفرقيه انت في القراعي وبقى عندك في الثلاجه راهم تيشربوا فيه الوليدات. يعني بغيت نخلي انا مثلا غير هذا الروح هادي نفرقها في القريعات وناخذ منها وكل مره نزيد عليها. أيه ممكن. ماشي مشكل. دابا عندنا 3 لتر ممكن يترو. كل لتر نديروا فيه 2 لتر. ايوا لان كل هاد 3 لتر هادي كتزيدي معها 3 لتر ما. نعم. 3 لتر ديال الماء. صافي اذا الا بغيت نفرقها انا روح عاد نزيد ليها الماء يكون عندي الماء متلج ونضيف ليها كل لتر نزيد ليه 2 لتر. ماشي مشكل. وعاوتاني الا بغاو السيدات يبدلوا فيه مثلا هو راه كيجي هائل داك المذاق ديال الليمون مع خيزو طايبين. غير يجربوه الناس راه زعما كيجي هائل. ممكن باز نزيدوا فيه حتى الا بغينا فواكه اخرى. داك الشيء اللي كنت غنقول لك اختي جليله دابا ممكن تزيدي فواكه، ممكن الا كنتي مزروبه هكا ولا شي حاجه وجاوك ضياف على غفله تنوعي بالياغورت ديال المونغ ولا الخوخ ولا تاخذي واحد الحكيك واحد وتاخذي واحد ليترو ديال داك العصير اللي عندك في ثلاجتك وتخلطيهم بجوج في الطحان وتنزلي غتنزلي لوغو اخر وتنزلي حتى كلشي مبدل. يعني هذا القياس هذا قلتي شحال كيتزادوا د الماء؟ دابا عندك مثلا تيعطيك تقريبا 3 لتر ملي كطحني. هذا القياس اللي طيبتي كيعطيك 3 لتر، كتزيدي انت 3 لتر ما وانت عينك ميزانك ملي كتزيدي ديك 3 لتر هي تخرج لك 6 لتر يا يجيك شويه خاسر وتخرج لك 7 لتر ديال العصير. يعني تقدري تزيدي فيه وتقدري تنقصي. ديري اللي بغيتي. يعني على الاقل الدوبل ديال داكشي اللي خرج لك. ايوا هذاك دابا مهم 6 لتر هي كاينه عندنا ما فيهاش النقاش. سيطر عصير كتخرج، ولكن الا زدتي لها واحد ليتر اخر وبغيتي تخفيها واحد شويه ماشي مشكل. نعم. خصوصا الا بغيتي تضيفي لها فواكه اخرى ممكن تخفيها حتى اكثر. ايوا ديري اللي بغيتي يا فواكه هكا طريه يا ياغورت يا اللي بغيتي كتبدل لك النكهه. ناخذوا الوصفه ديال الكيك نعاود بسرعه للسيدات باش ياخذوا. عندنا 2 كيلو ديال البرتقال. عندنا البرتقال اللي نختاروا غير العصير ما نشريوش النافيل الماكله. غير العصير الرخيص هذه اللي كنجيبوا ديال العصير. كيلو ديال خيزو وربعه ديال سنيده زايد نقص، يعني ممكن نقصوا منها على حسب السيدات. قلتي لنا ربعه ديال
البرتقالات ربعه الليمونات كنحيدو كنحكوه لهم غير الجهه البرتقاليه ديك الاورانج داك اللوغو ديالهم الفوقاني نعم القشره ديالهم بعد ما تيتوصلوا مزيان على قشره فيهم مبيدات حشريه اللي تنطفوا جيدا كل شيء مزيان كل شيء جيدا خصوصا داك القشره اللي غتكال تترمى في الكوكوط نقيو البرتقال ديالنا كامل ونقطعوه غير عشوائيا ونرميوه في الكوكوط الجزر تاهو يتنقى ويترمى نضيفوا لهم لتر نتاع الماء نقفلوا عليهم في الكوكوط مده ديال نص ساعه على نار هادئه نص ساعه كنحسبوها منين كتبدا تصفر الكوكوط ملي تبدا تصفر لان ديك النار هادئه كتخرجي داك الماء بخي الزو تخرجي داك الماء ديال الليمون كيضاف لك لذاك ليطر الماء اللي دايره تما الى في البوطه منين كيبرد كنبداو نطحنوا في الخلاط وحنا كنضيفوا في السكر وكيكون عندنا السيغو يعني الاساس ديال العصير اللي ممكن نزيدوا له قياس د الماء اخر راه كيجي ثقيل هو كتبغي خاطر وملي كتزيدي الماء كيبان لك راه نعم يعني نفس القياس ديالو غنضيفوه د الماء ولا اكثر كاع بعض المرات كنحتاجوا حتى اكثر السيدات راهم كيخويو الماء هما كيشوفوا المهم انا كيوصل ما بين 6 لتر و7 لتر د العصير هذا نعم ناخذوا الكيك الناشفه ياك واخا لالا يلا بسرعه الله يخليك عندنا لالا الكيكه الناشفه غنحتاجوا لها ربعه ديال الطحين 250 غرام ربعه ديال الدقيق الفرص الجيد نعم اييه 50 غرام ديال الزبده ديال الاكل غرام ديال الزبده خماره خماره وفانيا فاني قريصه ديال الملحه وبيضه قبصه ديال الملح وبيضه وخمسه ديال المعالق كبار ديال سنيده خمسة المعالق كبار ديال السكر سنيدة وغنحتاجو لكريم باتيسيير كريم باتيسيير صافي كنشبرو هاد المواد اللي عندنا كاملة كنحيدو غير لكريم باتيسيير بطبيعة الحال لأنه غيتهيئ مع الحليب نعم السيدات راه كيعرفوا كيفاش كيهيئوا مع الحليب والسكر نعم كناخذوا هذه المقادير كامله ديال هذه الكيكه وكنحاولوا غير كنبداو نبسوا فيها كنحكوها بالكفوف ديال يدينا ماشي كنعجنوا نعم كنديروا هذا الشيء كامل فيها ونبداو نحكوا ديك ال 250 غرام ديال الطحين ندخلوا فيها مزيان ديك المواد كامله ومن بعد كندوزوها اختي جليله في واحد الغربال يكون العيون ديالو شويه واسعين ماشي مضيق بزاف بحال اللي كندوزو فيه السكسو ولا الزرع ولا نعم كنحكوها فيه كتخرج لنا بحال الكسكسو يعني غنديروا الطحين ديك 50 غرام ديال الزبده الخميره لافاني قبصه الملحه البيضه والسكر ونفتلوها ونبسوها نبسوها نحكوها بالكفوف ديال يدينا ندخلوا في هذيك المقادير يعني بحال اللي كنفتلوا الكسكسو غير هو الكسكسو ما تنحكوش كنفتلوه بصبعنا بأصابع هذه بحال اللي كندعكوها ايوا كنحكو ديك المقادير كلها بالكف ديال اليد الطحين بينات يدينا بجوج كنبداو نحكو حتى كندخلوها من بعد كندوزوها في ذاك الغربال كتهبط لينا بحال الكسكسو ملي كتهبط على لاله جليله بحال الكسكسو كنشبروا واحد المول ما يكونش كبير بزاف المهم مربع ولا مستطيل اللي بغات السيده اللي مهيئه عندها كتشبري كدهنيه حتى هو بالزبده والطحين بحال اللي كنديروا الكيك العادي كندهنوا المول عادي المول عادي دهنيه بالزبده والطحين وشبري ديك المقدار اللي عندك اللي فتلتيه وغربلتيه وهذا قسميه على جوج قسمي هكا نص وهكا نص كتشبري واحد النص كتلوحيه في ديك الطاوله تحت كبيه تشتي هكا هي بحال اللي كتشتي في الصوت نعم وكتشبري لا كريم باتيسير كتكوني مهيئه نسيطرو ديال الحليب لان نسيطرو ديال الحليب يلاه كيجي فيها نيشان النص ديال الخليط ديالنا غنفرغوه في ذاك المول ايوا نص الخليط تفرغي في المول ونشبرو لا كريم باتيسير من بعد ما تنهيئوه بنسيطرو الحليب وجوج معالق ديال كريم باتيسير جوج معالق سنيده نعم كنضيفوا ليه واحد القشيره ديال الحامض قشيره الحامض وعصير ديال الحامضه باش كيعطينا ذاك لوغو ديال الحامض وعصير ديال الحامضه كنطيبوه ونحيدوه من فوق النار وكنلوحوا عليه داك العصير وداك القشيره وتنحركوه مزيان باش يتنسم اي نحركوه نسموه بالحامض ولا الفاني السيده ديك الساعه تيبقى تذوق ليهم الشوكولات فاني اللي بغاو شي اروم يديرها اي حاجه بغى يديرها فيه يديرها فيه المهم بالحامض راه كيجي لوكو ديالو هائل نعم وتنكبوا هذاك الكريم باسيسير فوق هذيك النص الخليط اللي كبينا في الاول في الطاوه ومن بعد منه كنزيدو نغطيوه بديك الخليط الاخر ديك سميتو اللي بقى لنا الاخر الكيك الاخر اللي عندنا الكيك اللي بقى الاخر تنغطيو به من الفوق نعم صافي تنبركو واحد البريكه خفيفه هكا بيدينا من الفوق غير باش نساويوها اختي جديده باش ما يبقاش مفركه شي هنا وشي هنا نعم نقادوها بيدينا مزيان صافي وكندخلوها للفران كطيب تتماسك كتماسك مزيان وكتجي طارطه هائله كتجي رطيطبه وزوينه
هذيك الصحه هذه فكره زوينه يعني صافي. كتكون محببه هكذاك غير كويرات نتاع العجينه كويرات العجينه هما اللي كنستفو كنرصو كتجي مشوكه اختي جليله من الفوق وميم طوم معمره من الداخل بداك لا كريم باتيسير ولا نسمتيه بالحامض خلاص ولا حطيتي مع هاد الكويسات ديال العصير ديال خيزو والليمون خلاص. لا انت الكوت تبارك الله دائما امينه كتعطينا كامل مكمول تبارك الله عليك كامل مكمول خلاص عليكم انتم بارك الله فيك شكرا على المشاركه ديالك تبقي على خير بارك الله فيك اختي مع السلامه يوم سعيد ليك ولكل مستمعينا شكرا مع السلامة.